صلى الله عليكم سماحة الوالد. يقول السائل: ما رأيكم في كتاب البدع لابن وضاح، وهل تنصحون بقراءته؟ هذا جيد، كتاب البدع لابن وضاح مرجع عظيم من مراجع العلم يرجع إليه، كذلك الاعتصام للشاطبي، كذلك الباعث على إنكار البدع والحوادث لأبي شامة. إلا أن فيه أنه عفى الله عنها جاز بدعة المولد، وقال أنه تعظيم للرسول صلى الله عليه وسلم، هذه غلطة منه، لكن كتابه جملته جيد. وفيه كتب مؤلفة في النهي عن البدع. نعم.